رغم الصعوبات اللي مرينا فيها بالفترة الأخيرة بالحرب، وراح لنا خيل يعني بالقذائف وبالصواريخ وبالطلق الناري كمان راح خيل، والأمراض لأن ضعف الأدوية وضعف العلاج وضعف المنظمات اللي تتبنى هالموضوع هذا. ومرت علينا سنين محل قاتلي، يعني مهما كان الشخص قوي ما في مجال انه يضعف. عدا الاعلاف عدا الادويه اسعارها غالي جدا السنه، عم نعاني في تسجيل الخيل. يعني هاي السنه هي السنه الوحيده اللي ما سجلت المهرات اللي عنا، اللي قبلها سجلناها طبعا بدفع مبالغ كبيره لان اعتبروها هون منطقه ارهاب، رغم انها هي منظمه عالميه، منظمه الواهو، وخيلنا كلها واهو. في حال عدم تسجيل هاي الخيل العربية الأصيلة راح تضيع أنسابها مستقبلا. نادي للتعليم ولتدريب الأطفال على ركوب الخيل من عمر 5 سنوات وما فوق، يعني الأطفال والشباب وأي حدا بيحب يتعلم هالرياضة. وفي عنا مكان خاص للتدريب وآمن للأطفال. وبالنسبة للخيول، نحن هون الخيول تربيتها المشكلة حساسة كتير كتير، فعم نعاني من أمر أنه مسألة الطبابي اللي هي عدم توفر اللقاحات وعدم توفر الأدوية بالأمراض اللي عم بتصير عنا. وهذا الأمر أكثر شيء عم نعاني منه، عم بيسبب لنفوق أعداد من الخيول بفترات زمنية قريبة. يعني أنا أحد الناس فقدت 4 رؤوس خيل بفترة زمنية ما تتجاوز 3-4 شهور بسبب عدم توفر اللقاحات أو التشخيص الطبي. كمان في عنا ضعف بتشخيص الطبي، يعني لبعد ما تموت الفرس أو المهرة أو يعني رأس الخيل لنشرحه لنعرف سبب النفوق. Gracias.